الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة عن قد بدأنا قصة وقال أني الحديث وإن تصيح إن إنسانك الله سبحانه وتعالى أبوري امتحان يا جهربت إلهي سبحانه وتعالى إنسانك وامتحان يا حالتك استوى كل حسوية هيلا عين الله وحليه سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي إنسانك بان أبوري عن دوف برحم بانا كأبوري يولي الله سبحانه وتعالى وانا امتحانينا والامتحانيا إلهي وامتحانيا وحالو امتحانيا برواقو وحالو امتحانيا دباتو وحالو امتحانيا فقري قاجو وحالو امتحانيا غنينمو يوضنمو وحالو امتحانيا عافمات وحالو امتحانيا حنون يجرين بالو امتحانيا انتو ووا امتحان حالت هذه قدينا هذا مركز كفير سكوين اكسناء هاتو أما حالات مركات دنك هذا كفير سكوح هنا أعطيه وأتكوى الامتحان أنت وحان اللقاء السوقية إن الامتحان كباسته أي قفل بلقاء السوقية قال له الحلي ونبلوكم بالشر والخير فتنة والامتحانين شر يا خير ما جربت أن جربين الدرادت والامتحان الله فيرنا يا أنت لأبوري مخلوقاتك كأسكن ولا الله مدهن لكن إلهي وافيرنا يا سبحانه وتعالى سيدا ايداد كيسا ادو مديسا يردق ما امتحانك او امتحاني هذه امتحان لو رجلنه ذلك هو يقيب سميانو قارنا امتحانك بيكون دعيا قارنا امتحانك بيكون باسيا آياتك قرآنك كريمك قصوان اي معناها قطوصة ويفرب بدي سيدا وكال احاديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن وعن قادنا هنا هل قصة أو كاملة قصين كامتحانتا يا جربتا النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وكو عجيبين حديثا يسألوا حاصل صاري شيخان تنصو صاري بخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيري وحاجري سدحنن أوريب بني إسرائيل سدح من أوري بني إسرائيل مد برس بو قبي عذر كم برستا جرك وعدانا يقفك أيو قبي من نتميه با كبو بي ومضح يقن با مروبي وبدار بو يا شي من نعين دول بو أها سدح لانين امتحان حنون بيكو امتحان ناية والله بي فقرنا ويكو امتحان ناية لما امتحان با هرأي وهيستي او فيرسو من دول بوها من مضيحيون با مروبي من برس بو قبي وعذروا وين انداول هاي وحاكا قدرا فقراء هاي محمئين هايستي ايضا لما امتحان اي كجران يمت سدحان الهي اقدر امتحان سدحان امتحان كيما سدحان يمت امتحان كي سدحان هو إلهي بعد دوني امتحان كأنه امتحانه مرقى سوف أصوى دري ملق بو أصوى دري ملق قانه يسكو سوى الكيسي بني آدم سورة الآدمي عاية الإلهي سبحانه وتعالى ملائكته وحسيه تشكل إنه قاب كي دونان يسكو الكيسيه إلهي سبحانه وتعالى عياد دوني إنه امتحانه ملقى سوف أصوى دري وهو ما ذي كيف برست قبي مرقى ساو الكويري أي شيء أحب إليك ما هذا وجه عشاء ما ذي الوصية مرقى ساو الكويري لون حسن وجلد حسن عن جعلاي مقار يهرق ونالسن إلا إسيو إلهي نيقى هذا وحن أيضاتك إيقو قرن صلاة أيضاتك إيقو كراهيستي أيضاتك إنتو بضان إيقو سوى دوانيني
way kala arayaan inuu ilaahay iga qaadan u jeclaa waa ma saxay gacantu sidaa u mariyay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey harag iyo jir wanaagsan ayuu siiyey wixii xumaanta ahaana ilaahay waa ka qaaday subxaanahu wa tacaala ee cudurka ah markuu caafimaaday oo xanuunkii ilaahay ka qaaday ayaa wuxuu ku yidhi malagii baa la hadlaya fa ayu lmaali axabu ilay xoolo maxaad ugu jeceshaa markaasaa wuxuu yidhi waxaan u jeclahay geel markaasaa waxaa la siiyey hal toban bilood ah dhalmadeedii ay dhowdahay geela labaiyo toban bilood saddex iyo toban bilood buu ku dhalaa dhalmadeedii ay dhowdahay ayaa la siiyey waa xilliga geelleyda ay geela ugu jecelyihin neefka ugu jecelyihiin waay toban bilood kow iyo toban bilood labaiyo toban bilood markuu gaaro yaa ihtimaam iyo cinaayo gooni ah ayuu siinayaa midka geela la jiro neefka isaga neefki isaga ahay uu siiyey wuxuuna ku yidhi allaha kuu barakeeyo allaha kuu barakeeyo duco ugu daray xanuunkii hayay ilaahay baa ka qaaday laba faqriga iyo gaajadina waa ka baxay oo ilaahay baa deeqay subxaanahu wa tacaala waa ka tagay wuxuu u imaaday kii maxallahayay bidaarta lahaayo ay timihiisii maruubeen oo madaxiisii bannaanka u yaallo ayuu imaaday markaasaa wuxuu ku yidhi malagii baa la hadlayo wuxuu yidhi ayu shayin xabu ilay war maxaad ugu jeceshahay markaasaa wuxuu yidhi timo wanaagsan inuu ilaahay isiiyo oo timaha ii soo baxa oo madaxa ii qarsoomo ayaan ugu jeclahay waxaan ay dadka ay igu nacay maxaala igu naceen inuu ilaahay iga qaado subxaanahu wa tacaala nin bidaar le gabdhaha tima jeclaanayaan ee odayga bidaarta leh bay dhahayan way ka kala carayaan inuu ilaahay iga qaado kan isaga ah ayaan maxallahay ugu jeclahay gacantuu mariyey sidaasu u masaxay markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala timo wanaagsan buu soo saaray ilaahay waa ka qaaday subxaanahu wa tacaala wixii uu dareemayey wuxuu ku yidhi fa ayu lmaali axabu ilay cudurki ilahay baa ka qaaday hadda faqrigii unbaa soo haray war xoolo maxaad ugu jecesha markaasaa wuxuu yidhi baqaran albaqar lo' baan u jeclaa dadka saasay u qaybsan yihin qaar waa loolay qaar waxa leh waa geellay qaar waa arilay qaar geela sida loo dhaqday yaqaanaa qaar sida looda loo dhaqay yaqaanaa qaar sida ariga loo dhaqaalay yaqaanaa dadkaba saasay had u qaybsan yihin lo' baan jeclaa yii waxaa la siiyey neef lo' ah oo maxaa lahay xaamilo ah rimaye ah oo dhow ayaa la siiyey wuxuuna ku yidhi ilaahay ku bara waa ka tagay kii meelkaabu u tagay war maxaad ugu jeceshahay waxaan u jeclahay in araggayga ilaahay ii soo celiyo oo aan dadka arko oo waxay dadka arkayaan aan arko ayaan ugu jeclahay gacantuu mariye waa masaxay ilaahay subxaanahu wa tacaala araggiisii buu usoo celiyey malagan ilaahay baa soo diray subxaanahu wa tacaala markuu caafimaaday oo indhihiisii u baxay ayaa wuxuu ku yidhi xoolo maxaad ugu jeceshay ari baan u jeclahay markaasaa waxaa la siiyey ri canug wadataa la siiyey ri canug wadato ayaa la siiyey imtixaanka dowrkii hore waa dhammaaday halkaasuu ku dhammaaday dowrka hore muxuu ahaa nimankan way xanuunsanaayeen faqrina waa hayay xanuunkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka qaaday faqrigiina ilaahay waa ka saaray subxaanahu wa tacaala malagii waa imtixaanka saddexaad wey malagii ayaa u yimid ninkii maxaa lahay barasta qabay ee barasta ilaahay uu ka caafiyey ayaa u yimid intuusan u imaanin ilaahay subxaanahu wa tacaala nin walba wixii uu la siiyey kii geel la siiyey kii lo' la siiyey kii ari la siiyey ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u badiyey mid walba tod xoolo ayuu yeeshay tod geel ah maxaa lahay geel dhan oo aada u fara badan iyo lo' aada u fara badan iyo ari aada u fara badan mid walba waa lagu mashaqeeyey waa loo dhiibay way barwaaqoobeen xanuunkii waa la iloobay faqrigii iyo gaajadii waa la iloobay malagiiyo socdaa isla malagii baa u yimid ninkii barasta qabay markaasaa wuxuu ku yidhi suuraddiisii iyo qaabkii isaga u ah nin maskiin ah oo baras qabo malagii oo baras
طبعا هو المسكينه قاعد كي سي هي ادي سي لما رايت الى سيان غير قوه التشكل اي قوي مركا ساو خيري وحانا هينين مسكينه او حرق سفرته صايلي اي كغوداي سفرتي حرق ان هيست يعني بمعنى صايلي بقى غوداي ما انت ماشي انا السعودي وحي جارسين كره ما جرو الا الهي مويان الى الله كدبنا ادق ان ادي جارسين سمويان وحان كوغو ويدين سنيا الله مدن كوناكسن كسيي يا عرق وناكسن يا اولها كسيي وحان كو ويدين سنيا نف جيل او كو غارو ماشي انا هدف كيجا كو غارو اون ساي كسيدت ايو كو ويدين سنيا حقوق جوالي ننكي الحقوق كثير حولانا أركا يساعد ويدي سنيس حقوق دوضوي فرنبضان حقوق بضان بالقولية وكساعد نودي معها حولان حقوق دوضا بضان داد بضان بايسكولة وكسا ملك يوحيين كأني أعرفك سواني وكو قرمي سواني برس ما أذن لهانجري ودالك كمقرون سنجري وفقير ما أذن أهي أنو حبهي سنجري gasaaciiri horaan aad leedahay waa lagu siiyay iyo gaajad soo martay kaab kaab baan ka soo gaaray xoolaha aabayaashe iyo awowyaday ayaan ka soo gaaray xoolaha maragi wuxuu yiri hadii aad been sheegayso aad arinka ku been sheegayso sidaad ahayd allah kugu xiriyo xaruunta allah kugu soo xiriyo barastina allah kugu soo xiriyo xoolahan allah ka qaado baa ka tagay kii wuxuu tagay bilaarta qabay ee madaxiisa timihii ay ka moogeen ayuu u tagay ee ilaahay caafiye subxaanahu wa ta'aala walaal say maxaa lahay ay saa u daadsan tahay ayuu u tagay suuradiisi iyo qaabkiisi buu u tagay wuxuu yiri waxaan ahay nin maskiin ah oo safar ah saayidina ay ka go'day maanta meeshaan u jeeday wax i gaarsiin karoon alla ahayn ma jiro alla kadibna adigu baa i gaarsiin kara allihi timahaadii wanaagsanaa kuu soo celiyey waxaan kugu weydiisanayaa neef lo ah oo ku gaaray safartay sida ninkan uu ku jawaabay buu ku jawaabay xuquuqda lagu leeyahay xoolahan way badan tahay xoolahan kaab kaab baana ka soo gaaray wax maanta iyo la adooday ma ah markaasaa wuxuu ku yiri malagii haddii aad been sheegayso sidaad ahayd allah kugu celiyo wuu ka tagay kii indhoolkaaba u tagay indhoolka ahaan jiray ayuu u tagay hadda indhool maaha wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin miskiin ah indhahana waa la-eg hay-adiisi iyo qaabkiisi hore ninkan uu ahaan jiray isku soo gaysay marag wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin miskiin ah oo musaafir ah sahaydiina ay ka go'day waxaan kugu weydiisanayaa allihii aragga kuu soo celiyey ayaa nees ari ah oon ku gaaro meeshii aan u socday ninkii indhoolkaa wuxuu yidhi indhoolka ahaan jiray wuxuu yidhi waxaan ahaan jiray indhool aan waxba arkin araggaygii ilaahay baa ii soo celiyey xoolahan waxaad doonta ka qaado waxaad doontana ka tag ikhtiyaar baad uleed xalal dhexgal waxaan aniga ku dooraya xitaa male wallaahi baan ku dhaartee maanta inaanan ku dhibaato gelinaynin inaan kaa celiyo wax aad qaadatay ama aad ka doontay xoolahayga riwaayada bukhaari waxay la axmeduka ku maalin maayo yacni shay aad ka tagtay oo u baahnay ilaahay baa ku dhaafiyey warkan buu kaa qaadan gaaray alxamdulilah hadduu warkan kaa qaadanay ma dhahayo yiri waxaad doontana qaado wax alla waxaad doontana ka tag ikhtiyaar buu siiyey halkaa waxaa soo baxay natiijadii imtixaankii la galay saddexdii nin malagii wuxuu yidhi malagga markii hore imtixaan buu u socday xoolo ma socorin wuxuu ku yidhi xoolahaada hayso waa la idin imtixaanay saddexdii nin waa la idin imtixaanay adigana ilaahay baa kaa raali noqday labadaadii saaxiibna ilaahay baa u carooday subxaanahu watacaala ilaahay baa u caroodayo xanuunkoodii baa lagu soo celiyey barasta baa kusoo laabatay kii barasta qabay kii bidaarta qabayna bidaartiisii baa kusoo laabay xoolihiina waa laga baabiyey halkaa marka xadiidkaa wuxuuna tusayaa inuu duruus cadaynayo duruusta waxaa ka mid ah insaanka iyo bani aadamka inuu bakhiil yahay
إلهي بعت المامي وإنه لحب الخير لشديد حورا جعل كود وكود ريها إنسان وكود ريها وبخيل حورا يكود داريا أصل كيس واسلا إنه إنسان كبخيل يا أو طبيعة أو طهيا عن قالوا كفى إذينا إنسان ك إن بلنا وكملة إلى إن عموين كأوجري إن القرية وأي كفرية وحاكو دليلة لا بد أن على قصة كجري وحي إن كيران نعموين كإلهي أوجري سبحانه وتعالى عافمات كلا سيئي حواليه لا سيئي نباتري أي كبعة وإيضا وإن كيران وحكرا وكقاضنا هنا نعم إلهي وكو قري ولا بشهريه نتيجة هذا وغالي أهان شيء إلهي إيه النعمة ولينا باقي كوهات إيه نعم إنك إلهي ولا إنكرو اللي ديره إيه نتيجة هذا طاي إلهي عرضي سادوني آخره إيه النعمة إلهي كاتك قبل قاقه أقول الامتحانية قفك حنون صن حنونك وكو امتحانية كان عافماتك قبل عافماتك وكو امتحانية متك أولاد لأنت أولاد وكو امتحانية متك أولاد لأ متى أولاد لأين أولاد لأنت وكو امتحانية كان فقري يقاجل أهيس وكو امتحانية متك قريق وكو حالتك استو أو بن آدم كمريس وامتحان لكن قفك مؤمن كأفرس نبي عليه الصلاة والسلام حيري عجبا لأمر المؤمن قفك مؤمن كأرنكي سلياب بوليه محا هذه برواقه هي فرحات هي وحونا يكسن أي أصيبان يا وشكرنا يا وناجا إلهي سيئي وكشكرنا يا وناجا هي برواقه لنا خير بأونا قريسا هذه نباته أي أصيب تقفك مؤمنك وصبر يا نباته لها خير بأونا قريسا أيها النبي عليه الصلاة والسلام مرك قفك مؤمنك حالته والبوصول مرته وفهم يا إنا امتحانته قابك أوبا سلامه استغيه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء دينك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا